هذا أعرب الصيادون عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على الحرص الدائم لمتابعة شؤونهم وتذليل كل الصعاب التي يواجهونها، مقدرين لمعالي وزير الداخلية رعايته واهتمامه بمعالجة المشكلات التي يتعرض لها جراء الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات القطرية لاستهدافهم في أرزاقهم. نشكر جلالة الملك على اهتمامه بملف الصيادين، ونشكر ولي العهد سمو الشيخ سلمان إنما قصروا، جزاهم الله ألف خير، ونشكر الأسرة الحاكمة كافة. يعني نشكر الله ونشكر الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله، ونشكر ولي العهد ورئيس الوزراء لو سلمان بن حمد آل خليفة، ونشكرهم على جهودهم وعلى ثقتهم في شعبهم البحريني. أولا نشكر جلالة الملك على هالوقفة وما ننساها إليه، ونقول الله يخليه لنا داعم وفخر لنا على هالمساعدة ووقفته، ومع شكر إلى ولي العهد سمو الأمير الشيخ سلمان ومعالي الوزير وزير الداخلية الشيخ راشد الله يخليه ما قصر. وبعد نشكرهم جميعا على الوقفة هذه، وتعرف احنا كبحرينيين ما ننسى اللي قدرنا، وهي طول العمر بنتذكرها اليه، والله يخليهم لنا ان شاء الله على طول. لا المساعدة هذا كرم من كراماته، هذه مو يعني غريبة عليه، على جلالة ملكنا الموقر هاي مو غريبة يعني عليه، مديم دو يساعدنا من الاسكان الى البحر الى البار. الحمد لله رب العالمين كل خير انا حصلت من وراه، ما يصير نكر فضله يعني ما قصر علينا بشيء. نشكر جلالة الملك الله يحافظه، ما قصر، وقف ويا البحاحير ما قصر، الله يحافظه ويحافظ عياله ان شاء الله كلهم، كل شيوخ الله خير ما قصروا، شيخ خالد بن احمد ما قصر، كله واقفين ويانا على البحر، شيخ عبد العزيز بن احمد كلهم الله يطول عمرك ما قصروا ويانا في كل شيء، والله يطول اعمارهم ان شاء الله ما قصر. نشكر جلالة الملك على هذه المبادرة الطيبة وعلى اهتمامه بمعاناة وقضايا البحارة البحرينيين، ونشكره ألف شكر ولا الشكر الجزيل، وشيء ما ينسي حقيقة يعني أفرح البحارة وعطانا الثقة في نفسنا وما قصر، وهو سبق الخير ما يحتاج. طبعا إذا الله خير دائما واقف ويا البحارة، وإذا الله خير دوما بنانا الجمعية واقف ساددنا دائما واقف ويانا ولا تخلى عنا دائما، وهذا مو قريبة على ملك القلوب. إذا الله خير رحم الله والديه، هذه مو قريبة المساعدة ساعدنا، وإذا الله خير واقف ويانا وقفة دائما واقف ويا البحارة معطينا الخير وكل شيء، واحنا ما نتخلى عن هذه، واحنا عصال ما تعصال. اولا حبيت انا اشكر جلاله الملك على هذا الدعم، واحنا في امس الحاجه لهذا الدعم، وتضررنا سابقا بسبب وقفتنا، ونشكر جلاله الملك الله يطول في عمره ان شاء الله. طبعا اول شيء اتقدم جزيل الشكر للوالد الملك حمد بن عيسى ال خليفه وسمو ولي العهد ورئيس الوزراء الله يحافظه، وطبعا الحكومه الرشيده باكملها ما قصروا، بالعكس هذه كدعم حق الله والبحاره البحرينيين، ويقولون لهم نحن لكم يعني منكم لكم، وشادين في اي وقت احنا مثل ما يقولون انتم تحتاجون نحن وياكم، وهذه طبعا الدعم اللي حصلناه، واحنا بالعكس رفع معنوياتنا ان احنا مو بروحنا، مو بحد مخلينا بروحنا، وتابعون امورنا اول باول، لان هذه صدق ان احنا تضررنا ضرر ما في يعني مثل ما يقولون ما كان في الحسبون، من دوله شقيقه ومثل ما يقولون عانينا على اساس ان احنا نسترد مثل ما يقولون حقوقنا وما تعبنا معاهم. وبالعكس اللي هو انا نرد اشكر جلالة الملك انه هو يعني مثل ما يقولون وقف ويانا واقفه يعني لها الف حسبه ذي صراحه، المفروض ان الكل يعني مثل ما يقولون يراجع حساباته معاه، وانه مثل ما يقولون يعرف انه هو مو بروحه، ولد الديره مو بروحه في البحرين يكون هذه، وهذه فخر لنا ان احنا حكوماتنا مو بناسياتنا، وبالعكس تدعمنا من ساسنا لراسنا.